قمر قمر ومصور. عن جد وفيقة؟ ايه عن جد، لكان عم بمزح معي. غريبة، بعبرك ما سمعتيني هيك كلمة. ايه لأنك حليانة كتير هاليومين. تعرفي؟ ايه والله والله ما يشوفك صفوان ويشوف هالشعرات الحلوين ليطير عقله. وشلون بده يشوفني صفوان يعني؟ انتي عرفانة حالك شو عم تحكي؟ لك انا قصدي يعني انه اذا صار نصيب. نصيب؟ نصيب شو هاد اللي بده يصير؟ لك ما شاء الله بتمسكي الواحد على كلمة انتي التانية، ما حكيت شي انا. هي لا يا بعدي، هي مو حي الله كلمة. بعدين هذا الحكي لازم اهلي يعرفوا فيه. كرمال الله رويدة، شبكي انا ما قصدت شي، يعني قصدت انه بس نفرح فيكي. اسمعي وفيقة، هاد اخوكي، لا بقى تجيبيلي سيرته بنوب. خلاص خلاص ماشي، بس وطي صوتك. بعتلي 60,000 حمى ساعد فتت لعندك وحكيت الكلمة. معقولة بيت عمي ابو صفوان يعملوها ويطلبوني من ابي قبل عمتي ام وضاح؟ دخيلك يا ربي. اسمع انت اليوم لازم تروح تخطب رويدة بنت اخوه لابنك صفوان، سامع شو عم اقول لها؟ رويدة بنت اخي؟ ايه بنت اخوه. وشو عادة ما بدا؟ ما على طول كنت اقول لك خلينا نجوز رويدة لصفوان، تقولي لي لا، هي شرنة وبشعة وما خرج، بدي جوزه بنت اختي. هلا ايمنا من بنت اختي؟ البنت حلوة ومعدلة وطلابها كتار، ونحن اولى فيها، بنت عمه من لحمه ودمه. بعدين انا فكرت بحكيك، لقيت معك حق، بنت اخوك احسن من بنت اختي. غريب، إيه انت بحياتك ما حكيتي عن بنت اخي انه حلوه ومعدله؟ هلا هذا كان زمان، هلا كبرت وحليت ولازم ما نروحها من ايدنا. ايه سبحان اللي بيغير وما بتغير، ما طول عمرك بتقولي انك ما بتطيقيها. يا سيدي كنت غلطانه وما كنت شايفتها منيح. خلص بكره بشوف اخي ابو عبده وبحكي معه بالموضوع. لا مو بكره، اليوم. اليوم بدك تحكي معه وتنهي لي القصه على الاخر. او ليش مستعجله كلها؟ لا هيك انت ساوي مثل ما عم اقول لك. خلاص الله يقدم اللي فيه الخير. انا اليوم بعد صلاه العشاء بحكي مع اخي ابو عبده، بس ما اخذنا راي صفوان نديله. صفوان ما له هون، بس هو رايده بده اياه. الله يخلي لنا اياك يا حنوني. لك والله انا قلبي حاسسني انك بتحبي كل اهلي وقرايبيني، بس بتضلي بتكابري. هي يا ابني، وشلونه ابوك؟ شلونه عمك ابو عبدو؟ الحمد لله يا ابني، كلهم بيدعوا بسلامتك. ليكون ابوك عاوز مصاري؟ لا لا يا بيك، لا الحمد لله نحن مو بحاجه. ايوه لا تكون جاي مشان العسكريه. لا والله كمان لا يا بيك، انا وحيد مبروح على العسكريه. لك مشان شو جاي؟ جيت يعني انا بشرفني اني اطلب ايد بنتك. تطلب ايد بنتي؟ ايه يا بيك، يعني اذا ما بيزعجك. طيب انت شفتها؟ لا انا لمحتها هذيك المره وقت كنت عم بالمحله، وقت كنت عم بحلق لها لمحتها شوي. طيب ليش ما اجى معك ابوك لحتى يطلب لك اياها؟ والله يا بيك ابي يعني هو كان بده يجي، بس هو يعني قال نحن ناس عاديين وخجل وانتو بكوات، فخاف انه يطلب منك وتكسر بخاطره. يعني ابوك موافق انك تطلبها؟ لكن يا بيك لكان والله ما يدرى انك وافقت لحتى يطير العقل تبعه من الفرح. عود يا ابني عود. بدرية يا بدرية. أمور يا بيك. شوفي صفوان شو بيحب يشرب. شو بتحب تشرب؟ اي شيء اي شيء. وين راح يا بيك؟ ما بعرف. لك قوم مهروب احسن لك، هذا اكيد ناوي عشر. لا لو كان ناوي لي عشر كان بين على وشه، بس وين تركني وراح؟ وعليكم السلام. تفضل تفضل.
اسمع يا ابني، انا ما عندي بنات، وهي البنت اللي عم تحكي عنها هي بتكون بنت اختي. مسكينه يتيمه الاب والام، وانا ربيتها من وقت كانت صغيره. يعني بدك تقول بسعر بنتي. يعني يا بيك ما بتفرق ان كانت بنتكن ولا بنت اختكن، نفس الشيء. لكن توكلنا على الله. يعني حضرتكم وافقتوا يا بيك؟ طبعا موافق. بس يا ابني بدي اقول لك شغله، يعني هي البنت امانه برقبتي، لذلك لازم اضمن لها حقها. لكن يا بيك لكن الحق ما بزعل. شوف يا ابني، هي البنت متقدمها ذهبي عصمليه ومتاخرها 500 ذهبي عصمليه. بتعرف ليش؟ لانه ما بتعرف، بجوز بعد ما تتجوزوا ما تتفاهموا تختلفوا، بعد يومين ثلاثة ما تعجبك تقوم تطلقها. أعوذ بالله يا بيك، أعوذ بالله. خلص مثل ما بدك، بعدين أنا مستحيل طلقها، يعني مستحيل فكر إني طلقها أساسا. قال درويشة قال يقبروني الدرويش كلهم كرمالة. إيه وإنها بتسكنها. يعني يا بيك بدك تعذرني، أنا مؤقتا بدي سكنها مع أهلي، بس بعدين إن شاء الله بشتري لها بيت، بس هلأ ماني قادر أشتري بيت دغري. لا 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 لا، أنا بدي إياها تسكن مع أهلك، لأنه مثل ما شفت البنت درويشة وعلى البركة، بعدين أمك بتعلمها بتدير بال عليها، وبعدين هي يعني مع عشرة العيلة بتتحسن أحوالها شوي شوي. إيه يا بيك لك فكرة من الناحية أبدا أبدا، بس أنا بعد إذنك عندي طلب صغير. تفضل يا ابني احكي. يعني يا بيك مشان اللبس، يعني حضرتكم بتعرفوا إنه عاداتنا بالحارة المرأة لازم تكون مسترة، ولبس بنت أختكم يعني ما بيناسب أهلي، فأنا من بعد أمرك بدي لبسها ملاية ومنديل. إيه شو علي؟ هذا حقك يا ابني حقك. الله يطولنا بعمرك يا بيك، والله فضلت على راسي. الفضل لله يا ابني. إيه سيدي، أنا بكرة مسافر على بيروت، وبجوز غبلي هيك شي شهر زمان، بس ارجع إن شاء الله جيب أبوك وتعالوا لحتى نكتب الكتاب. بس يا بيك. بس شو يا ابني؟ يعني مو شايف انه شهر كتير؟ شو رأيك نكتب الكتاب هلا، وان شاء الله بس ترجع بالسلامة من بيروت بجيب ابي ومنجي ونعمل كل هاي. يعني بصير نكتب الكتاب وابوك مو موجود؟ ما بصير يا بيك. قلت لك ابي اذا بيدرى انك وفقت راح يطير عقله من الفرح، بعدين هلا يعني هيك الوقت تأخر، وخاف بين ما روح وإجي يكون تأخر أكتر وما نلحق. إذن توكلنا على الله منكتب الكتاب. الله يخليلنا إياك يا بيك. يلا فوتي يلا فوتي خلصيني، يلا فوتي سمع خطيبك فوتي. مرحبا صفوان. ريتا، we should go to the station now. The train should go now. I'm ready. كان جماعته carry their bags to the wagon. ايه اخ صفوان، نحن مضطرين نمشي، بدنا نلحق القطار لانه مسافرين على اسطنبول. ان شاء الله هيك بس نرجع المرة الجاية بتكون انت وخطيبتك اتجوزتوا، وبنيجي انا وريتا منبارك لكم. بالمناسبة نسيت اعرفك، ريتا مرتي، هي انجليزية اساسا. وعلى فكرة كثير عاجبها لبسك. الشروال والطاقية كتير عاجبة لبسك، ما هيك ريتا؟ You like his clothes? Oh yeah, I like it very much. It's traditional. It's so nice and exciting. يلا يا جماعة دعونا، إن شاء الله ألف مبروك، إن شاء الله هيك نشوفكم السنة الجاية برفاهة والبنين. يا جماعة Good luck. Good luck. هلا ما أنت اسمك صفوان وأنا اسمي سلمى. ايه وانا اسمي سلمى وانت اسمك صفوان. جيناكم يا اهل الدار، جيناكم كبار صغار، جينا وما لقينا لا دار ولا جار.